فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، نبداو في ساعتنا الثانية نحكيو على الأولمبي البيجي. اليوم الجلسة العامة الانتخابية للأولمبي البيجي للبجية على كل، باش ناخذوا أكثر تفاصيل على الجلسة العامة الانتخابية هذه مع مراسلنا في بيجا زميلنا علي التوكيبري. علي أهلا بك. مرحبا بك سليم ومرحبا بكل متابعي فير بلاي. مرحبا بك علي. دونك الخامسة تبدأ الجلسة. أي سليم، دقائق معدودة مع الخمسة ستنطلق جلسة عامة انتخابية للأولمبي البيجي بقائمة واحدة، قائمة جاءت متأخرة. ولو أنه إسلام من المفروض أنه في تونس يتم تغيير اسم الجلسات العامة الانتخابية، خاصة كلمة الانتخابية، حيث أنه تم عزوف كبير على تحمل المسؤولية والتسيير الرياضي ليس في الأولمبي البيجي فقط بل في عدة فرق تونسية. قبل هذا نرجع إلى الجلسة العامة اللي مش تدور فعاليتها بعد دقائق إسلام ببارك دي برانس بفضاء هنا في بيجا، مش في باريس تغير المكان، حيث أنه كانت تدور في لوكال المقر النادي، لكن الإسبان حبوا يكبر شوية لتقديم أشغال لجلسة العامة اللي بشكون سخونة نوعا ما باللي صارت التقرير المالي والأدبي والأشغال المعمول بها. جلسة عامة وكما قلت إسلام قائمة واحدة مترشحة تضم كل من كامل ويلي رئيس نادي للموسم والمنذ الثاني على التوالي، خليل منكبي نائب رئيس، فاضل منكبي أمين مال، مراد فرشيشي كاتب عام، ميس مازني رئيس فرع أكابر، نجيب الزوابي رئيس فرع الشبان، مراد العبيدي رئيس لجنة التنظيم والأحباء، كريم الحسناوي رئيس اللجنة القانونية. ثمانية أعضاء هم القائمة الوحيدة المترشحة اللي بشكون هي من ستسير فريق الأولمبي البيجي هذا الموسم اللي طال انتظاره إسلام وتشتت في التحضيرات. القاء الفريق باش يلعب عدة مباريات وفي انتظار بداية الموسم مع عدة انتدابات وعدة مباريات. ونرجع إسلام كما قلت لك على العزوف في تحمل المسؤولية ليس في الأولمبي البيجي فقط بل في عدة فرق، في حين نشاهد تألق الرياضة التونسية جماعيا وفرديا إفريقيا وعالميا، بداية من أولمبياد وبارا أولمبيك طوكيو، مرورا بتتويج السلة التونسية ببطولة إفريقيا أمام كبار اللعبة، وصولا إلى الأداء المتميز لمنتخب الطائرة الذي ترشح إلى دور الربع النهائي بكيغالي برواندا بثلاثة انتصارات دون خسارة أي شوط. علاش العزوف هذا؟ علاش علاش فما كان قائمه وحيده فريق الاولمبي البيجي؟ فريق كبير عنده احباء معناتها تبارك الله كبار، عنده ناس ما يسيروا الحال ينجموا يقودوه، علاش قائمه وحيده في السباق؟ ممكن اسلام التداخل في المهام مع بعض، نعرفوا انه الاولمبي البيجي كيف عدد فرق، هناك محب هم المحب له في قص تذكره نتاعو يعاون الفريق، غياب الجمهور ايضا، المداخيل ايضا صعوبه في نشوفوا انه جل الفرق التونسيه تلقى في مصاعب كبيره وصعوبات كبيره على المستوى المادي. نعرفوا انه نور الدين الطبوب ايضا من الممول الرئيسي للفريق، هناك بعض الاطراف ممكن ما يش في تفاهم مع الممول رقم واحد في بيجا، ممكن هذا خلى باش عزوف يكون هنا في بيجا على جميع الأصعدة، وهذا مش في الأولمبي البيجي فقط إسلام بل في عدة فرق تونسية. معناها مشاكل داخلية بين كبارات الجمعية هي اللي تثبت في هذا، معناها منعرفش على الأقل. وكأنه إسلام الجماهير تريد أن تكون الصراعات خارج بعيدة على فريق الأولمبي البيجي، حيث أنه تسمية الرئيس أو نائب الرئيس أو أمين المال تبقى حبر على ورق إسلام، خلينا نقوله بكل صراحة، حيث أنه الدعم الرئيسي والفريق المال قوام الأعمال إسلام نعرف في كرة القدم التونسية، وبالتالي التسمية تبقى مسألة ثانوية. باهي علي، نحب القائمة باش تكون حسب رأيك أنت بون جلسة ما زالت هي في طريق مفتوح باش تصعد وإلى تنجم تطيح القائمة؟ كما قلت إسلام الكل مع بداية موسم ومع تسهيل المأمورية لكي لا يدخل الفريق في متاهات أخرى، خاصة أنه الفريق يمضي التحضيرات والتحضيرات متواصلة على قدم وساق بعد إجراء ثلاثة مباريات ودية أمام كل من السيرية القطري وانتصار 3-0، تعادل 0-0 مع الملعب التونسي والانتصار على مستقبل سليمان 0-1، فريق سجل 4 أهداف ولم تتناقش بيكو أي هدف، بالتالي الأداء كان متميز أداء ونتيجة، الكل راضي على بداية التحضيرات في انتظار الجديد.
التحضيرات خلينا نحكيو شويه على الفريق، اعطينا شويه اخر اخبار الانتدابات ولو انه نتبعوا فيها تقريبا لحظه بلحظه، لكن خلينا نذكر الساده المستمعين اللي يسمعوا فينا اخر شكون القادمين الاولمبي البلجي وشكون الملاعبيه اللي غادر بالمقارنه بطبيعه مع الموسم الماضي. بالنسبه للموسم الماضي عندنا كل من مراد الهذلي كان تحول لفريق وحده السعودي سنه الخميس اللي كثر عليه الحديث، وكان رجع من النادي الافريقي باش يواصل مشوار مع الاولمبي البلجي، لكن ما تفهموش على المستوى الوادي وكان تحول حتى التوين. هناك ايضا على حراسه المرمى، على مستوى حراسه المرمى خروج اسعد الهمامي اللي تحول الى فريق الجيش، خروج ايضا فراس عفيه اللي كان انتهت فتره الاعاره نتاعو من نجم الساحلي وكان رجع للنجم الساحلي، محمد تراوري ايضا المدافع الاجنبي المالي فسق عقده بالتراضي مع الاولمبي البلجي، في حين حضور بعض اللاعبين المتميزين خاصه ذي اجويني قائد سابق لامل حمام سوسه، بوغر ايضا لاعب شباب تقايروان، انتداب عثمان كومباتا لاعب غيني موهبه غينيه متميز جدا، شفناه في ثلاث مباريات وديه قدم اداء محترم جدا، نتصور مش يكون من ابرز الاجانب المتواجدين في البطوله التونسيه هذا الموسم، وجود ايضا في مركز الظهير الايسر اختيار علي عزيز السايحي من مواليد 2000 قادم بعقد اعاره لمده موسمين من النادي الصفاقسي، ومصطفى الشداوي مفاوضات متقدمه جدا مع مدافع وقائد فريق مستقبل المرسى من مواليد 96، ممكن هذا مش يكون اخر انتداب على مستوى محور الدفاع، والفريق مازال في حاجه ملحه لتعزيز صفوفه في الخط الامامي، فريق مازال يلوج على راس حربه، لكن الخبر السار وقع التفاهم مع جاك بيسون هداف الفريق الموسم الفارط بثمانية اهداف باش يواصل المشوار مع الفريق، لكن شهاب الليلي مازال يريد مهاجم باش يعاون جاك بيسون في الخط الامامي. معناها نفهم من كلامك مازال فقط الميركاتو محلول في بيجا، مدافع ومهاجم هذو طلبات شهاب الليلي وتسكر معناها الافكتيف. ومع امكانيه انتداب لاعبين اقل من 21 سنه، الفريق مازال عنده كوتا، عنده حق في زوز انتدابات اخرى، فريق قام 6 انتدابات وعنده حق في 8 انتدابات في المجموع، بالتالي زوز انتدابات اما سيكون للانتداب في الميركاتو الصيفي ولما لا سيكون تعزيز الفريق في الميركاتو الشتوي، بان الفريق باش يبدا عنده معناها اماكن عنده حق في انتداب. بالنسبه للمغادرين تسكر الباب سي، ما عادش ثم حتى ملاعب خارج. ما عادش ثم حتى ملاعب خارج، سيتم جست الانتدابات زوز او 3 انتدابات ماكسيموم، هذا حسب طلبات المدرب. فقط زوز ملاعبيه عليه كانوا قراب، فما واحد تحدث عليه انت اللي هو سند الخميسي كيف شهاب الصالحي كانوا قراب برشا من بيجا، شنو صار باش ما يتعاقدوش مع الاولمبي الباشي؟ مشاو حتى طويل. سند الخميسي كان لاعب رجع للنادي الافريقي، لانه كان في فتره اعاره موسم الاولمبي البلجي، هو كان ما قاش راحته في نادي الام، حب يواصل التجربه مع الاولمبي البلجي، الاولمبي البلجي ايضا كان تفاعل مع اللاعب وكان معناها حتى المدرب حب سند باش يكون في وسط الميدان، وبانه لعب موسم وعنده معنى فكره على الاجواء هنا في بيجا، لكن اللاعب كي رجع على هنا لبيجا ما تفهموش على المستوى المادي، مع تدخل فريق ممكن عرض اتحاد تطاوين كان افضل على المستوى المادي، خاطر اللاعب من الاول كان معناها نيتو باش يواصل المشوار وباش يلعب مع الفريق، لكن في الاونه الاخرى ممكن عرض اتحاد تطاوين على المستوى المادي كان خير، اللاعب وجه حاول وجهه نتاعو وتحول لفريق التطوير. شهاب الصالحي نفس الوضعيه؟ نفس الوضعيه، شهاب الصالحي ايضا نفس الوضعيه، مع انه شهاب الصالحي ما كانش مع الفريق سيكون انتداب، لكن ساعات التململ وتاخر المفاوضات هو اللي يخلي باش تبطل الصفقه وما تمش. كيف من لاعب اخر كان قادم من النادي الافريقي نضال بوشيرب، لاعب شاب تكلموا عليه برشا في بيجا، ظهرلي صار بريسيون من الجمهور باش ما جاش ولا شنو الحكايه بالضبط؟ مش حكايه جمهور، الاكثر حكايه بوشيرب انه مع لاعب اخر نسيت اسمه اسلام ايضا من النادي الافريقي، كان مكرم مرزوقي اللاعب الاخر مدافع ولا مدافع اي صحيح، خاطر المشكله انه زوج لاعبين هذوما معدل الاعمار نتاعهم معناها مش يكونوا من الانتدابات، ما همش الفريق وقتها في الاونه هذيك يلوج على معدل اعمار اقل من 21 سنه باش اللاعبين هذوما ما ياخذوش معناها يتحسبوش معناها كريكروتمون معناها في الثمانيه القانونيين
وبالضبط بالتالي تم صرف النظر خاصة الفريق مازال في حاجة إلى انتدابات كما قلت ملحة خاصة في وسط ميدان دفاعي ومهاجم. أقل من 21 عام عندك أسامي عليه ولا مازلت؟ مازال إسلام ممكن انتداب واحد ممكن لاعب الأكثرية يحب الفريق النية متجهة إلى لاعب أجنبي أقل من 21 سنة وكان حتى ولا مهاجم معناها دو فالور لازم تكون معناها ثم بيجي هذا باش يجيبوا مهاجم خاطر نعرفوا ديد لاين أو الموني تايم أو في الآونة الأخرى الأيام الأخيرة تاع الميركاتو الميركاتو باش تسكر 15 سبتمبر وبالتالي لازم تجيب لاعب دو فالور باش تصاحلوا مباشرة خاصة أنه ثم نقطة أخرى إسلام أنه لاعب بابا كاسار لاعب متوسط ميدان دفاعي متميز جدا لاعب كان توج مع الفريق تنجيت السنغالي ببطولة السنغال وكان شارك في الموسم الفارط في الشامبيونز ليج شفناه يلعب ضد الأهلي يلعب ضد الترجي عنده إمكانيات متميزة جاء الباجة الطافي باجة لاعب ممكن الهيئة ما عرفتش باش تتصرف مع اللاعب لاعب طاير باش يروح يروح معناها للسنغال يرجع للسنغال باش يقضي شؤونه ويرجع يصحح مع الاولمبي بيجي لكن سمعت انا من مصدر موثوق انه لاعب باش يتحول للبرتغال عنده عرض من فريق برتغالي بالتالي لاعب صفقه تحت الماء الاولمبي بيجي صار لاعب متميز جدا مع عثمان كومباسا لاعب غيني اسلام ذكر الاسم هذا الاسم كان تكون في شباب في اكاديميه البلوغرانا برشلونه عنده امكانيات متميزه جدا امضى عقد باربع مواسم مع الاولمبي بيجي. أعطيك صحة عليها فقط آخر سؤال فما ارتياح في بيجا نعرف البيجية مغرومين برشا بجمعيتهم فما ارتياح للتحضيرات نتاع الفريق والانتدابات اللي جات وفما تفاؤل باش الفريق يقدم موسم محترم من العام الجاي بالطبيعة إسلام تحضيرات على قدم وساق مع مدرب محترم جدا شهاب الليلي اللي نعرفوه الكل يحب يعوض ما صار في ممكن بعض هو خسارة ممكن تقلق مدرب لكن مدرب عنده كفء عنده إطار فني معه قاعد يخدم خدمة باهية الكل معناها يد واحدة هذاك علاش كما قلت قدام أنه الجلسة العامة الانتخابية اللي باش تدور اليوم ستكون حبر على ورق الأهم أنه الكرة تلعب في التيران الكل يوفر ظروف ملائمة اللاعبين أيضا شفناهم معناها خالتين في الشهر نتاعهم الطاجات تدور في أجواء متميزة شفنا حتى بعض الصور وبعض الفيديوهات أجواء متميزة في النزل في فترة التحضيرات وهذاك حتى نتائج المباريات الودية تدل على نجاح الفريق منذ بداية الموسم على عكس إسلام عكس الموسم الفارط اللي منذ البداية كانت صعبة شوية مع كنا حكينا وقتها على المدرب بشكل مفتاح وصعوبات وقتها قلت لي أنت أنه بداية التحضيرات ومازال الفريق نجم ينجح الموسم تاعه بالتالي معناها كل الأجواء مريحة ومازلت عند رأيي هو مازلت عند رأيي وقتها ضد تغيير المدربين صحيح كنت وقت نوعت على كلامك وكلامك كان صحيح وان شاء الله معناها الاولمبي بيجي فريق كبير من عام 1920 نحبوه ديما موجود في الرابطه المحترفه الاولى بعيدا عن كل الحسابات الضيقه. يعطيك الصحه شكرا لك على التكابري على كل هذه التفاصيل اللي مليتنا بها بخصوص الجلسه العامه الانتخابيه للاولمبي بيجي وكيف كيف اخر الاخبار الفريق الاولمبي بيجي بخصوص خاصه المنتدبين شكون باش يجي شكون باش يغادر الفريق في الايامات القادمه بالتوفيق ان شاء الله الاولمبي البيجي موسيقى الاخبار بعد مكملين بعد شويه في بلاي اخر جزء من حصتنا اليوم.